ورد في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا، والشرك مثل ذلك. يقول: ما المراد بهذه الأبواب وبعددها؟ أما والشرك مثل ذلك ما رأيته، ما أدري، ولكن 70 حوبا أو بابا يعني أن الربا كثير، أنواع كثيرة، ما هو مقصور على المعاملات. 4 الربا استطالة المرء في عرض أخيه، فالربا يكون في المحرمات، المحرمات تسمى ربا. نعم.